سعداء بوجودكم منورين، اهلا بيكم. وزي ما نهاوند كانت بتقول من شويه، احنا عايزين نتكلم كمان شويه نركز على الالعاب الاخرى، وخصوصا ان احنا اليومين دول وعلى مدار كمان الكام شهر اللي فاتوا في اكتر من بطوله كبيره اتنظمت في مصر او حتى لو كانت خارج مصر، فعندنا بعثات مصريه في رياضات مختلفه كانوا مشاركين. شايفين بشكل عام مشاركة المرأة، المشاركة النسائية في دنيا الرياضة بشكل عام عاملة ازاي؟ وبعد كده ندخل بقى معاكم في تفاصيل البطولات دي. رأيك انت ايه شخصيا؟ طبعا احنا الفترة اللي فاتت فعلا نظمنا عدد كبير من البطولات، ومش بس السنة دي، يعني احنا بقالنا سنوات يعني الدولة والمسؤولين في الدولة وزارة الشباب والرياضة مهتمة جدا بفكرة التنظيم وفكرة ان يكون في بطولات مصر تقدر تستضيفها، وده علشان نقدر ان احنا نمهد ان شاء الله ان احنا نستضيف الاولمبياد باذن الله. ونحن طبعا مقدمين ملف 2036 بالظبط لاستضافة الاولمبياد، وبالتالي نجاحك في استضافة عدد من البطولات خلال الفترة اللي فاتت ده طبعا تمهيد لاستضافه بطولات كبرى. بالنسبه للمشاركه النسائيه طبعا انا شايفه ان في نماذج كتير جدا خرجت للنور خلال السنوات اللي فاتت، وبقى في اهتمام كبير جدا باللاعبات او بالرياضه النسائيه بشكل عام في مصر. عندنا ميار شريف، عندنا هنا جوده، عندنا كمان على مستوى الالعاب الجماعيه بدا يظهر فرق بتنافس على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم. فيعني لا، انا شايفه في اهتمام كبير جدا الفتره اللي فاتت.